بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، المطلع على الضمائر والنيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات. أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء والذي يأتي ختاماً للأسبوع الثقافي الدعوي والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد مولانا الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله. الحضور الكرام، يحضر معنا هذا اللقاء من علمائنا ومشايخنا الذين يقدمون الصورة الصحيحة للإسلام ويبرزون وسطية وسماحة واعتدال هذا الدين القويم، فهم علماء ربانيون يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. معنا متحدثا خلال هذا اللقاء فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومعنا قارئا ومبتهلا الشيخ حسين إبراهيم. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك لفيف من القيادات الدعوية بمديرية أوقاف الجيزة، ولفيف من السادة أئمة الأوقاف، ولفيف من رواد وعمار هذا البيت العامر من بيوت الله. الحضور الكرام، تحسن وزارة الأوقاف في اختيار الموضوعات التي تمس واقعنا وحياتنا، ونحن في هذه الآونة ما أحوجنا إلى العمل. لذلك يأتي عنوان هذا اللقاء: إتقان العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحضور الكرام، لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة توقير وتمجيد، فرفع قدر العمل وقيمته وجعله سبيلا للرقي والتقدم. إن تقدم الأمم وبقائها واندثارها مرتبط ارتباطا كبيرا بعمل أبنائها واهتماماتهم، ومرتبط أيضا بنهضة الأمم وتقدمها. لذلك حثنا ديننا الحنيف على العمل، بل إنه لم يكتفي بذلك، بل إنه حثنا وأمرنا بإتقان العمل، فقال سبحانه في أكثر من آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جليلة تساهم في نجاح الأفراد والأمم، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك
خير الذكر وخير الكلام. والحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من الشيخ حسين إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة بالحق
الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واستغفر صدق الله العظيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين إبراهيم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاما للأسبوع الثقافي الدعوي والذي تقيمه وزارة الأوقاف في هذا البيت العامر رحاب مسجد الشيخ محمود خليل الحصري. عنوان هذا اللقاء إتقان العمل. الحضور الكرام، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. في هذا الحديث النبوي الشريف بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل والسعي على الرزق كالمجاهد المرابط في سبيل الله. ولأهمية العمل وإتقانه، فإن الأنبياء هم أشرف الخلق، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وكانت له مهنة وعمل. فكما يقول الإمام ابن الجوزي: اعلموا أن الأنبياء لما بعثوا داعين الخلق إلى الحق عز وجل لم يطلبوا من الخلق جزاء، ولم يكن بد من الجريان مع الأسباب، فاشتغل كل منهم بسبب، فكان آدم حراثا
ونوح نجارا، وكذلك زكريا وإدريس خياطا، وكذلك لقمان، وداود زرادا، وإبراهيم زراعا، وكذلك لوط وصالح، وموسى وشعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم كانوا رعاه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الآن الحضور الكرام، مع العلم ومع الكلمة، مع فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. ثم أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، في هذا اللقاء الطيب، وهو اللقاء الأخير في الأسبوع الدعوي من هذا المكان، والذي يتناول موضوعا هاما وهو إتقان العمل، نشرف فيه أن نكون في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي صحبة العلماء، وفي صحبة شيخنا الشيخ خالد الجندي، وله باع كبير في الدعوة، بل في القضايا الشائكة التي قد لا يتناولها البعض، ووضع الله سبحانه وتعالى له القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل حضوركم واستماعكم وعملكم في موازين حسناتكم، كما نقدم الشكر لكل من كان سببا في عودة المساجد إلى نشاطها وإلى تعليم الناس، ونقدم الشكر خاصة لمعالي وزير الأوقاف، لا نفاقا ولا مجاملة، لأن هذا هو الواقع على الأرض. وبعد، موضوعنا إتقان العمل. إتقان العمل، فهو في المقام الأول كما يتضح لي أنه يتناول الإتقان لا مجرد العمل فقط. والله سبحانه وتعالى عندما صنع صنعته قال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. ففعله سبحانه وتعالى متقن، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الصنيع المتقن لنتعلم إتقان عملنا وإتقان ما نصنعه. وترى الجبال تحسبها جامدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الجبال لها مشاعر، تحس، تحب وتحب، فيقول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأنتم تعلمون ماذا حدث عند جبل أحد. فإذا كان البعض منا لمجرد أن حدث حادث لسيارته أو في بيته يبيع السيارة أو البيت ويترك المكان تشاؤما، فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشاؤم. فأحد وإن كان قتل أو استشهد عنده 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد عمه، فليس للجبل ذنب
فهو يحب ويحب. أحد جبل يحبنا ونحبه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذا التناسق في هذا الكون وفي الآيات الكونية التي تراها لدليلا على وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه الخالق ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. وأنت عندما تنظر في هذه الآيات لا تستطيع عصرها ولا تستطيع عدها. ولذلك يقول ربنا سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ليس المقصود كلمات القرآن، فهي معدودة ومعروفة، بل والنقطة والتشكيل وكل ذلك محصور ومعدود، ولكنها آيات الله الكونية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي آية أخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه الكلمات التي تراها لا ترى فيها إلا التناسق والجمال والإبداع. والإبداع هو الخلق على غير مثال، بديع السماوات والأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى ما خلق الله جل وعلا في هذا الكون، لا ترى إلا الصنع المتقن. ولذا يستطيع العلماء التنبؤ بالأمطار والتنبؤ بالزلازل وغيرها من الأشياء التي تحدث، لأن الكون يسير في نظام لا يتخلف عنه أبدا. ولذا كان يأتي الليل والنهار، وفي اختلاف الليل والنهار آيات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى الخالق المبدع سبحانه وتعالى. ولذا القرآن الكريم يشير دائما إلى كلمة الحسن والأحسن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس مجرد العمل فقط، وإنما العمل المتقن. أترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على قبر فيأمر بتسوية هذا القبر، ولكي لا يظن الناس أنها سنة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينفع الميت، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بل يأمر بالإحسان صلى الله عليه وسلم حتى عند القتل: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ورب العالمين سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة حسنة وصوركم فأحسن صوركم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل يجعل سبحانه وتعالى الجمال ليس مجرد خلق الشيء، وإنما يجعل الجمال أصلا ينظر إليه الإنسان. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ثم يقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الإراحة هي الذهاب أول النهار آخر النهار. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني مش أوله آخر النهار. والسراح
هو أول النهار، ولكن الآية جاءت على عكس الترتيب. لكم فيها جمال حين تريحون، أي عندما ترجعون، وحين تسرحون. فلماذا؟ لما كان المقام مقام جمال، الجمال في رجوعها أكثر، لأنها تكون شبعة مليئة الضروع. فانظر إلى ترتيب كلمات القرآن الكريم عندما يقول ربنا سبحانه حين تريحون وحين تسرحون. لم يكتفي فقط على المنفعة، لأنه ذكر المنفعة وذكر الجمال. وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لما كانت الدلالة واضحة لكل الناس قال يعلمون، ولما كانت أدق قال يفقهون سبحانه وتعالى. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب. ها انظروا انظروا إلى ثمره. في آية تانية الكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا يقول انظروا، إذا النظر ذاته، النظر ذاته مقصود لترى كيف تخرج هذه الثمرة من أكمامها، وكيف تكون حال خروجها، ثم تصير بعد ذلك خلقا مخالفا للخلق الأول يستطيع الإنسان أن يأكلها. وانظر لكي تدلك على البعث، تموت الحبة لكي تنبت. لو زرعتها خضرة، لو زرعتها وهي خضرة تعفن وما تطلعش، بل تموت أولا ثم توضع في الأرض فينزل عليها الماء فتنبت. وهكذا، لذلك يشير ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في سورة الحج أطوار خلق الإنسان، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا جانب الإنسان. الجانب الآخر من الآيات الكونية، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. شوف الآية اللي بعدها تقرر خمس حقائق لا بد أن تعلمهم، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن هذا الإتقان وهذا صنع الله سبحانه وتعالى يدعوك أن تؤمن بالله جل وعلا، وتعلم أنك مطالب بإتقان عملك، لأن إذا كنت تعمل فأنت قدوة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يراقبك، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
والناس عندما يرونك يقتدون بك، فلا تكون قدوة شر، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يكتب آثارك إن كانت صالحة أو إن كانت طالحة، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذا كنا ننادي الآن بالجودة، فالجودة قد قال عنها ربنا سبحانه وتعالى إنها الإتقان، إنها الإتقان في العمل، إنها الإتقان في كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يعقد بهذا البيت العامر بعنوان إتقان العمل. الحضور الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. توجيه نبوي كريم إلى الإيجابية والعمل حتى في آخر لحظات الحياة، لأن مهمة المسلم في الحياة هي الإعمار، وهي العمل والسعي. وإتقان العمل يجب أن يكون عقيدة وخلقا وسلوكا في شخصية المسلم، لأن إتقان العمل ترجمة واقعية على صدق الإيمان. فالإيمان ليس مجرد كلمات، وليس مجرد مظهر أجوف لا يسمن ولا يغني من جوع، فالإيمان عمل وإتقان وإحسان. ويحضرنا في هذا اللقاء كلمة لفضيلة مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، التي تحث على العمل، فيقول: من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمة عيشه من ضربة فأسه. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد: رحم الله المتقدمين ما تركوا للمتأخرين مقالا. فضيلة الدكتور سيد مسعد طوف بنا تطوافة طيبة مباركة حول آيات الإتقان وأحاديث الإتقان ومعاني الإتقان ومعاني الجمال في هذا الخلق وفي قدرة الله تبارك وتعالى. والحقيقة كنت أتمنى ألا يكف عن كلمته ولا تنقطع تلك السلاسل الطيبة المباركة من هذه الباقات المتناثرة وتلك العطور التي شممنا رائحتها في جمال الله في كل شيء رأيناه وسمعناه. ولكن ليست هذه أول هدايا السيد وزير الأوقاف أستاذ الدكتور مختار جمعة حفظه الله، الذي أكرمنا الله عز وجل بحماسته لبيوت الله، حتى رأينا بيوت الله عامرة بمسك الرجال بهذه الأمثلة الطيبة المباركة، حتى عمرت بيوت الله عز وجل بذكر الله وبقراءة القرآن والابتهالات، وأعاد حياتنا إلى ما كانت عليه. لأن حياة المصريين والمسلمين عموما، حياتنا هي في المساجد، في بيوت الله تبارك وتعالى. فأكرم الله من أكرم مساجدنا، وفتح الله لمن فتح علينا بيوت الله عز وجل. تلك نعمة من الله عز وجل. أما عن الإتقان فالحقيقة هي مسألة من أهم مسائل القرآن التي تحدث عنه. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الإتقان لا يتحدث عنه بأنه مسألة ثانوية يمكن الاستغناء عنها. أنت تستطيع أن تقول أنه ما من آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن قدرة الله عز وجل إلا وتلمح فيها لمسة الإتقان واضحة وضوح العين،
بما لا يدع مجالا لشك. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بالله عليك أنا أريدك أن تقف معي عند قول الله لا الشمس ينبغي. ما معنى كلمة ينبغي؟ لا تستطيع، لا يمكن، لا يحدث، لا الشمس ينبغي. وإذا هذا معناه أن هناك قانون صنعت به تلك الآيات، لا تنفك تلك الآيات عنه أيا كانت الأحداث أو أيا كان الزمن الذي تقضيه تلك القوانين. إنما لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. هناك ترتيب في الوقود، هناك ترتيب لابد أن تلمحه وإياك أن تخطئه عينك. يعني الشعور بالسرور والبهجة ليس من وجود الشيء إنما من ترتيب الشيء. خد بالك من هذه المسألة. الشعور الذي يعتريك بالارتياح، يعني أنت الآن تدخل مسجد كمسجد الحصري حفظه الله وبارك الله في القائمين عليه، أنت تلمح مظاهر الجمال والفخامة والوقار في كل ناحية من نواحي المسجد. السعادة التي تنتابك الآن ليس مصدرها وجود المسجد، إنما مصدرها ذلك الاهتمام بتفاصيل ذلك البناء. فالاهتمام بالتفاصيل فسيفساء الإبداع، دقائق الإبداع التي تحدث بعد مرحلة الخلق هي القصة، قصة الإتقان التي يتحدث عنها القرآن الكريم. من أجل ذلك مثلا تجد قوله تعالى وهو يتكلم عن البقرة في سورة البقرة، قال إنه يقول إنه بقرة صفراء فاقع لونها ماذا؟ تسر. أريدك أن تتأمل معنى هذه الكلمة، تسر الناظرين. يعني إذن السرور دخل ليس من وجود البقرة ولكن من اللون الذي اصطبغت به وظهرت به. في سورة النمل مجموعة من الآيات جاءت يعني متتابعة فيها نوع من أنواع الإعجاز الإتقان الفريد. أريدك أن تتوقف أو وتتدبر وتتأمل هذا الإبداع. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الله أكبر، الله أكبر على هذه الكلمة. الكلمة مبهجة، الكلمة تدخل السرور إلى النفس. صدقتموني عندما قلت أن القرآن في حد ذاته علاج نفسي مستقل لا يحتاج معه الإنسان إلى طبيب ولا مرض بعده. القرآن علاج نفسي يا أخي. القرآن المولى يقول فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يتكلم عن البقرة تسر الناظرين مثلا، يتكلم مثلا عن الحيوانات لا مؤاخذة، يقول والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها. طيب شكرا، لا استنى، وزينة. الله أكبر، من صنع هذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وزينة، انظر إلى حرص القرآن على كلمة وزينة. يعني المسألة ليست في إيجاد الشيء إنما في تلوين الشيء، في زخرفة الشيء، في إتقان دقائق الشيء. يعني كان من الممكن، والله يا جماعة بالله عليكم، كان ممكن أن يكون الوجود بكل ما فيه أبيض وأسود، أبيض وأسود، من فيش حاجة ملونة. كنا حنعتاد على وجودنا فيها وحنعتاد على هذا الأمر، إنما لماذا زينها؟ لماذا لونها؟ لماذا زخرفها؟ لماذا أتقنها؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. معنى عجيب
معنى لابد أن يدخل إلى ثنايا قلبك المولى سبحانه وتعالى حتى في النجوم التي هي في السماء. يعني المولى سبحانه ماذا قال عن النجوم؟ قال عنها: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. تعبير عجيب، وفي نفس الوقت وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى لو لاحظت كان من المفترض أن تكون الوظيفة الأساسية هي المذكورة أولا، ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد خلقنا في السماء الدنيا رجوما للشياطين وزيناها للناظرين، فتأتي الزينة بعد الخلق مثلا. إنما لا الزينة أصل، الإتقان أصل، ثم الوظيفة فرع. يبقى جعل القرآن الوظيفة فرع عن أصل، وجعل الأصل هو الإتقان، هو الجودة، هو البهجة، هو السرور، هو السعادة الناجمة عن هذا الخلق المتقن الذي خلق به ذلك الوجود. فبالله عليك عندما ترى في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، تجد ان ترتيب الاتقان هنا هو المقصود لذاته. لذلك المولى سبحانه وتعالى عندما يقول: وقل اعملوا، لم يقل فسيعلم الله عملكم، انما قال: وقل اعملوا فسيرى. الآن يأتي السؤال: كيف تريد أن يرى الله عملك؟ القصة في الإتقان أن تعلم أن الله سيرى ذلك العمل. إذا بدر منك الله يراه، إذا بدر منك الله متابعك فيه. فعندما يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا تنبيه إلى جودة الشيء الذي لابد أن تلقى به الله عز وجل. لذلك بالمناسبة لا يوجد مطلوب تعبدي في القرآن إلا بمواصفات الجودة. والله مواصفات الجودة، يعني لم يطلب الصلاة فقط، إنما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى هنا خصص الفلاح لا على من أدى الصلاة، إنما المين خصص الفلاح؟ خصص الفلاح لمن أتقن الصلاة. هذا المعنى اختصره الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل وصلى الصلاة سريعة كنقر الديكة، صلىها سريعا. فماذا قال له النبي؟ قال له كلمة تدل على علاقة الإتقان بالكتاب والسنة بمنتهى الوضوح. اختصر المسألة، قال له: أنت ما عملتش حاجة، انت ما، يا سلام، انت ايه ما عملتش؟ صدق بالله لو طبقنا الحديث ده على حياتنا هيصيبنا فزع. الرسول يقول للرجل ايه صلى الله عليه وسلم؟ اكثروا من الصلاة على كاشف الغمة، صلى الله عليه وسلم. قال له: صلي فانك لم تصلي. لا حول ولا قوة الا بالله، كلمة عجيبة. يقول صلي فإن هناك أفضل من هذه، ممكن صلي فإن صلاتك شابه القصور، ماشي، صلي فإن يعني الصلاة هذه لا يستجيب الله، لا ماشي، قل إنما فإنك لم تصلي. والرجل قدام عينينا صلىه فعلا، لماذا نفى الصلاة؟ إذن القرآن والسنة أثبت أن النفي الجودة هو نفي للفعل. يعني لو انت ما عندكش جودة للعمل اللي تعمله كأنك ما عملتوش أساسا. صلي فإنك لم تصلي، هذا معنى عجيب. ولذلك المولى سبحانه وتعالى ينبهك إلى أن هذه الجودة لابد أن تقدم للآخرين. إتقان العمل فلسفته هي أن تعامل بها غيرك، تعامل بها غيرك. أي عمل على فكرة، أي عمل تعبدي في القرآن من شروطه الإتقان. ولو فهم المسلمون ذلك لصاروا يعني أصحاب الحضارة الوحيدة في هذا المجتمع الإنساني. خد بالك من المعنى ده، أي عبادة من الممكن أن تراها ترى فيها حالة من حالات الإتقان. يقولك لن تنالوا البر، ماشي، حتى إيه؟ تنفقوا مما تحبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متخيل أن المولى سبحانه وتعالى اشترط إتقانا للعطاء، أن تكون محبا لما تقوم بإعطائه للآخرين. دي شروط إتقان، دي شروط جودة يا مولانا، ده مش شروط عمل.
كان ممكن يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تعطوا، حتى تتصدقوا، إنما مما تحبون ديت وضعت من شروط الإتقان ومن شروط الجودة ما يجب أن تفهم به هذا المعنى. عندما يتكلم القرآن عن حالة التطفيف، تعرف ما هي مشكلة الناس لما يقول القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ هذه الآية توضح أن هناك من يكيل بمكيالين، مكيال النفع والجودة عندما يكون العمل لنفسه، ومكيال الفوضى واللامبالاة عندما يكون العمل لغيره. خد بالك بقى، هنا يحدث ما يسمى بالاختلال في ميزان الجودة أو الإتقان. يحكى أن رجلا في شركة من شركات التشييد والبناء، واحد في شركة من الشركات بعد سنوات طويلة من العمل قرر أن يستقيل، خد الاستقالة بتاعته وذهب إلى مدير العمل وقال له لو سمحت أنا استكفيت كده بالعمل، أنا عاوز أقعد بقى مع عيالي ما تبقى لي من العمر، وأنا الحقيقة قررت أن أنا أستقيل، هذه استقالتي، فأرجو أن تتكرم علي بقبولها. المدير قال له نعم لك علي أن أقبل الاستقالة بشرط واحد، هو أن تكرمنا بعمل أخير وبعد ذلك اذهب إلى حل سبيلك. قال له وما هو هذا العمل الأخير؟ قال له ابني لنا منزلا بعدها مباشرة تحصل على إجازتك فور انتهاءك من بناء هذا المنزل. صاحبنا قال له حاضر، ده شيء جميل. ماذا فعل صاحبنا؟ قام ببناء المنزل في سرعة لا يتخيلها عقل، إنما سرعة تتناسب مع من يريد ترك العمل ويريد الحصول على الإجازة ويريد التمتع بما طلبه من مديره ويريد الحصول على جائزته لينطلق صوب مصلحته وحال سبيله. فقام ببناء المنزل بغير إتقان وبغير فن وبغير دربة وبغير فهم وبغير إعمال للفن وبغير يعني قام بما يسمى باللامبالاة وهو يقوم ببناء المنزل حتى يقوم بالفراغ منه سريعا سريعا. وبعدما فرغ منه ذهب إلى المدير قال ها أنا ذا يا سيادة المدير لقد انتهيت من بناء هذا المنزل. قال حسنا، هذا المنزل هو جائزة نهاية الخدمة بالنسبة لك، هذا المنزل هو لك هدية على ما قمت به من سنوات خدمتك معنا. هذا مثل واضح أن الذي قام ببناء هذا المنزل لو قام أو فكر أنه يقوم ببنائه لنفسه ترى كم يبلغ من الوقت فيه وكيف كان فعل فيه. لو تدبر كل منا ذلك المثل لفهمنا العقبة التي يقع فيها الكثيرون. العقبة التي يقع فيها الكثيرون أننا نكيل بمكيالين، فأنت ترى الصواب إذا كنت أنت ميزان هذا الصواب، وترى غيرك على خطأ إذا كان الفعل ليس صادرا منك. فوضعنا من أنفسنا مؤشرا للصواب فحكمنا على الآخرين ولم نحكم على أنفسنا، وتلك هي المشكلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل مظاهر الإتقان ستتحقق في المجتمع إذا أحب كل منا أخيه كما يحب نفسه. يحكى أن ملكا من الملوك كان عنده ثلاثة وزراء، أراد أن يختبر ولاءهم وأن يختبر إخلاصهم، فماذا فعل ذلك الملك؟ أمره أعطى كل واحد من هؤلاء الوزراء كيسا وقال له اجمع لي بعض ثمار الفاكهة في ذلك الكيس، أنا أحتاج بعض ثمار الفاكهة في ذلك الكيس. فالحقيقة نزل الوزراء الثلاثة، أما الأول قال لابد أن أجمع أطيب الثمار لهذا الملك لأنه أوصانا أن نجمعها بأنفسنا فنجمع له أطيب الثمار. أما الثاني قال لا أظن أنه سيأكل منه شيئا، فجمع هذه السليمة مع المعطوبة مع غير الصالحة في كيس واحد. وأما الثالث
قال لا أظنه أصلا سيفتح الكيس، وجمع بعض القش وبعض أوراق الشجر وضعها في الكيس حتى يفرغ من المهمة التي أسندت إليه. وذهب ثلاثتهم إلى الملك وقالوا له هذه هي الفاكهة التي أمرتنا أن نجمعها لك. قال لهم حسنا، سيحبس كل منكم ولن يخرج من محبسه إلا بعد أن ينتهي من أكل ما جمعت يداه. هذا هو الإتقان. لو كل واحد منا تصور أنه سيأكل ما جمعت يداه، وهذا هو العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، في سورة النبأ أتى ببعض النعم التي أنعم بها على خلقه. ماذا فعل؟ أتى بكل نعمة ومعها صفة من صفات تلك النعمة، فقال الذي هم فيه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. أنا أريدك أن تحذف من مخيلتك ومن رأسك المعنى الثاني، ماذا لو قال القرآن ألم نجعل الأرض مخلوقة لكم، ألم نجعل الأرض مهادا. القرآن قالها مهادا لكي تكون ممهدة للإنسان. ترى لو لم تمهد الأرض ما الذي كان سيحدث؟ والجبال أوتادا. ترى لو لم تقم الجبال بواجبها في تثبيت الأرض ومنعها من أن تميد بأصحابها، ما الذي كان يحدث؟ وخلقناكم أزواجا. ترى لو خلق الإنسان وحده بغير مؤنس ومعين ومشارك له في الحياة، ما الذي كان يحدث؟ وخلقناكم وجعلنا نومكم سباتا. ترى أصحاب النوم المتقطع كيف يرون النوم؟ يرونه كابوسا لا ينقطع، يرونه عقوبة في آخر النهار، لأن النوم إذا لم يكن في حالة سبات وطمأنينة وهدوء وسكينة لا فائدة منه. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا كل شيء من نعم الله ألصقت به صفة الإتقان من الله تبارك وتعالى، ليدرك الإنسان أنه مطالب لا بعمل ولكن بجودة العمل. جودة العمل أن تكون متقنا في كل شيء يكفيك فخرا أن الله يحب ذلك العمل. قال ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، والله هذه الكلمة تقف عندها ساعات وتتأمل في هذه المعاني. إن الله يحب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذا علمت أنك تفعل فعلا يحبه الله، من يفعل لله ما يحب فعل الله له ما يحب، ومن توجه إلى الله بما يريد فعل الله لك أكثر مما تريد. عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فروشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، فيتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا الإتقان بما يحب ويرضى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم لا تصرفنا من مسجدنا هذا إلا وأنت راض عنا، إلا وقد طهرت قلوبنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا ونحن من عتقائك من النار، إلا ونحن من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.
وهكذا الحضور الكرام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة الثرية الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي بعنوان إتقان العمل. ليس الحياة بأنفاس تكررها، إن الحياة حياة الجد والعمل. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. الحضور الكرام، إن عمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. إن الكلام لو ملأ طباق الأرض فلن يعلن عن صاحبه ما لم يقترن بعمل جاد ومتقن. إن العمل يحتاج لكل لحظة، وإن النجاح في الحياة لن يذهب إلا لمن يستحقه. والإتقان ما هو إلا ثمرة من ثمرات الإحسان، الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشعوب رقيها وسعادتها يتوقف على تقدمها في مجال العلم والعمل. إن الشعوب تتبوأ الصدارة بين الأمم من خلال عملها ومن خلال إتقان وجودة هذا العمل الذي تقدمه. ويكفي المتقنين شرفا أن الله سبحانه وتعالى يحبهم، فالله سبحانه وتعالى يحب اليد التي تعمل وتجتهد لتقدم الخير لنفسها ووطنها ودينها. والآن مع الابتهالات والتي نستمع إليها من المبتهل الشيخ حسين إبراهيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد نبي فطرته نور، يا قلب هذا نبي كل فطرته نور. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا ودا واسمه يشفي مواجعنا. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجعنا
محاسنه فقيل له الحبيب. نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه، فقيل له الحبيب رسول الله. رسول الله كم نحتاجك الآن لكي نحيا على الهدي الذي كان، لننهل من هداك، لننهل من هداك العذب أنهارا، لفيض رضاك أضحى القلب عطشانا. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، 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 صلى الله على خير نبي رحيما كان بأمته لا تحصى عدد سجاياه، رحيما كان بأمته لا تحصى عدد سجاياه، علمنا أن نعفو كرما فالمسلم لا يؤذي أخاه، علمنا فالمسلم لا يؤذي أخاه، يسامح من أهدر دمه، والغضب سريعا ينساه، علمنا أن نفعل خيرا فالخير ثوابا نلقاه، رحيما كان بأمته لا تحصى عدد سجاياه، علمنا أن نعفو كرما فالمسلم لا يؤذي أخاه، يسامح من أهدر دمه، والغضب سريعا ينساه، علمنا أن نعفو كرما فالمسلم لا يؤذي أخاه، يسامح من أهدر دمه،
والغضب سريعا ينساه. علمنا أن نفعل خيرا فالخير ثوابا نلقاه. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه ولا أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله بحياة أحد كما أقسم بحياة نبيه، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بهذه المدائح النبوية والتي قدمها الشيخ حسين إبراهيم، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي أتى ختاما للأسبوع الثقافي الدعوي، والذي أقامته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في هذا البيت العامر رحاب مسجد فضيلة الشيخ القارئ محمود خليل الحصري رحمه الله. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نتوجه بالشكر إلى العلماء الأجلاء الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وإلى فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإلى الشيخ حسين إبراهيم الذي كان معنا قارئا ومبتهلا، وإلى أئمة وعلماء وزارة الأوقاف، وإلى الحضور الكرام الذين ملأوا هذا البيت العامر وكانوا من عمار بيوت ربنا سبحانه وتعالى. في الختام هذه تحياتي محمد جمعة من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.